المؤلف رحمه الله ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيف ما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تانث ختم ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تانث بتاء كأشهد وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فلدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فيعلم وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل بمنع كافلا ولاعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه يقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعالم منع صرفه مركبا تركيب مز النحو مع ذي كربا كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العالي كونه ارتقى وقد ثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر وجاني في العاديم تذكرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرف ممتنع كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير عالما من ذي ألف زيدة الحاقين فليس ينصرف والعالم منع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كذعل والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر وبني على الكسر فعالي عالما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصفا ما نكر من كل ما التعيين فيها أكثر وما يكون منه منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي والاضطرار أو تناسل صريف المنع والمسبوق يصل. الصرف قال الصرف التنوين والتنوين معنى يتصف به الاسم فيقال له متمكن أمكن والأسماء ثلاثة أنواع معرب منصرف فهو متمكن أمكن معرب غير منصرف متمكن مبني غير معرب مبني غير متمكن أصلا. الاسم يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل. كيف يشبه الفعل؟ تكون فيه فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. كل فعل فيه فرعيتان، فرعية لفظية وهي اشتقاقه من المصدر، ضرب من الضرب، يقرأ من القراءة، وفرعية معنوية وهي حاجته الدائمة إلى ما يسند إليه ولا يكون المسند إليه إلا اسما. فإن وجد في الاسم فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى فقد أشبه الفعل يحمل عليه. الوصف فرعية معنوية يمنع الاسم من الصرف إذا جمع الوصفية إحدى ثلاث فرعيات لفظية وهي وزن الفعل كأحمر أو زيادة الفنون كسكران أو العدل كمثنى وثلاثة وأخرى وكتع وبصع أو بتع. ويمنع العلم من الصرف والعلمية فرعية معنوية وتمنع الصرف إذا اجتمعت إليها إحدى ست علل الثلاث المتقدمة مثال العالمية وزن الفعل يزيد أحمد مثال العالمية وزيادة الفنون عثمان وسلمان وعمران مثال العالمية والعدل عمر وزفر وزحل وكتع وصف وزفر وعصر وهبل وهدل مجموعها في العربية 15 كلمة. وكذلك تمنع العالمية الصرفة إذا اجتمعت مع التركيب المزي كما عدي كريم وهي فرعية لفظية أو التأنيث كطلحة والسعاد أو العجمة كإسحاق ورستم وهرمز. جملة ما لا ينصرف 12 خمسة لا تنصرف في تعريف ولا في تنكير وسبعة لا تنصرف معرفة فإذا نكرت انصرفت. بدأ رحمه الله قال ألف التأنيث مطلقا أي مقصورة أو ممدودة أو
أو في وصف كجرحى، أو في اسم كرضواء، في معرفة كذكرى، في معرفة في نكرة كذكرى، أو في معرفة أو في معرفة كرضواء. معرفة رضواء جبل المعروف، في مفرد كدعوى، أو في جمع كجرحى وقتلى. ألف التنين مقصورة أو ممدودة بجميع حالاتها تدع الصرف وحدها. قالوا هذه علة، تقوم مقام علتين. فقال بعضهم بل هي علتان، لأن فيها التأنيث ولزوم التأنيث. جالسة وقائمة فيها تأنيث، لكن ليس تأنيثا لازما، إن حدثت التاء رجعت مذكرة. لكن جرحى لزوم التأنيث. حبلى لا تقول حبلات، حبلى تأنيث لازم، وحمراء تأنيث لازم. أنا أقول في ألف التأنيث مطلقا معنى الصرف الذي حواه كيف ما وقع. قالوا هذه علة تقوم مقام علتين، ومثلها صيغة منتهى الجموع كمفاعل ومفاعل. قالوا علة تقوم مقام علتين، وقال بعضهم بل هما علتان، لأن فيها الجمع ولزوم الجمع، فيها الجمع وتكرار الجمع. واضح؟ واضح؟ وزائدا فعلانا، وهما الألف والنون في وصف يرى، في وصف منع من أن يرى، في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. مثال ذلك حيران وعطشان وريان وغضبان، لا بد أن يكون على وزن فعلان، ولم يقل فعلان، فعلان منصرف كخمصان وعريان، أما فعلان وصفا في اللغة العربية فلا يوجد. يشترط كذلك أن يكون مؤنثه على وزن فعلى كعطشان وعطشا وغضبان وغضب. فإن كان مؤنثه بالتاء انصرف، تقول رجل سيفان أي طويل، ينصرف لأن مؤنثه سيفانة، رجل مصان لئيم، منصرف لأن مؤنثه مصانة. جمعها بعضهم فعلان، الذي يؤنث بالتاء جمعه بعضهم. قال ابن مالك قال اجز فعلان فعلانا اذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا واتبعهن نصرانا وزد بهن خمصانا على لغة واليانا. هذه كلها مصروفة لان مؤنثاتها بالتاء. أنا أقول وزائد فعل في وصف سليم من أن يرى بتاء ثالث ختم. هذان نوعان. وقال بعضهم يشبه ألف التأنيث الممدودة. سكران يشبه حمراء، كل منهما فيه ألف، وكل أحدهما مكتوب بالهمزة والثاني بالنون، ولكل منهما معنى في المضارع. الهمزة تكون أول المضارع دلالة على التكلم، والنون تكون في أول المضارع دلالة على 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 التكلم. واضح؟ هذا قال فهو مثله. ثم إنه ملازم للتذكير، كما أن تلك ملازمة للتأنيث. عطشان لا تقول عطشانة، فإن كان يؤنث بالتاء انصرف. واضح؟ أنا أقول وزائدا فعلانا في وصف سالم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. قال رحمه الله ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع ثالث بتاك أشهر. كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمعت فيه الوصفية ووزن فعل، لأن يكون على وزن أفعل الله، وأن تكون أن يكون مؤنثه فعلاء. فإن كان مؤنثه أفعالة انصرف. مثال ذلك حمراء، مثال ذلك أحمر، مؤنثه حمراء، وأصفر مؤنثه صفراء. فإما أن يكون لا مؤنث له أصلا كأكمر، لا مؤنث له أكمر، وآدر لا مؤنث له، أو أن يكون مؤنثه بالتاء، إذا كان بالتاء انصرف. مثال ذلك نقول أرمل، مررت برجل أرمل ينصرف لأن مؤنثه أرملته،
أنا أقول وصف أصلي ووزن أفعل ممنوع ثالث بتاك أشهر واضح؟ وصف أصلي صرح بمفهومه قال وألغينا عارض الوصفية كأربعين وعارض الإسمية ألغينا عارض الوصفية تقول مررت برجل أرنب إعراب أرنب نعت صفة لكن ليس صفة أصلية أرنب أي ذليل أرنب في الأصل اسم وتقول مررت بنسوة أربعين تصيفه لأنه هو إن كان وقع نعتا لكنه اسم عدد هذه وصفية عارضة واضح؟ والغينا عارض الوصفية كأربعين وعارض الاسمية فلدهم القيد لدهم صار اسما لكن الوصف كان لدهم القيد الذي يقيد به السارق ونحوه فتقول فيه تقول هذا أدهم ورأيت أدهم لأنه وإن كان اسما في الحال لكنه في أصل وصف فلدهم القيد لكونهم في الأصل وصفا انصرفوا من هذه اسمية عارضة وصف وتقول مرات برجل صفوان أي قاسم وصف لكنه عارض صفوان الحجر واضح قال فلدهم وأجدل أجدل طائر قوي وأخيل طائر فيه نقاط خيلان وأفعى الحية المعروفة هذه انسلخت عن الوصفية صارت أسماء كلها قد تكون كلها مصروفة ومع ذلك قد يمنعونها من الصرف لأنهم يلاحظون في الأجدل الجدل وهو القوة وفي الأخيل الخيلان ويوصف والأفعى يلاحظون في الخبث والمكر وصف فيمنعونها من الصرف وقال كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطا لاقينا أجدل بازيا منع من الصرف قال آخر ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخيلا منع من الصرف أنا قولي وأجدل وأخيل وأفعى صارت أسماء مصروفة ولكنها قد جنن المنع